11 اللي بدأوا الماتش اللي فات بدأوا بداية كويسة جدا، يعني أنت ما تحسش بأي غيابات. علي معلول مؤثر جدا، كريم الدبليس كان فغيابه هايل. يأثر في الناحية الشمال. منعم مؤثر جدا، أنا بكلمك على لعيبة مهمة. إمام الشكل اللي ظهر بيه مع الأهلي من بداية السيزون برضه غيابه مؤثر جدا. بتتكلم على ثلاث أربع لعيبة مش موجودين في الملعب، بالإضافة لغيابات كتير بقى من أول، يعني موجود السولية مش موجود، كريم متولي فؤاد مش موجود، كريم فؤاد مش موجود، كل دول متولي غايبين. ورغم كده السكواد اللي بدأ المباراة بدأ بشكل رائع وفرض سيطرته. ده سيناريو انا شخصيا ما كنتش متوقعه. انا كنت اتوقع الشوط الاولاني يبقى سجال، يبقى فيه تحفظ من الاهلي اكتر، نحاول نطلع بالنتيجه درو لغايه لما نوصل للشوط الثاني نحاول نخطف هدف. ده فكرتي على ماتش سيمبا في تنزانيا، لكن لقيت الاهلي بيصول ويجول وبيقدم جيم ولا اروع، لكن ما نجحش في انه يترجم السيطره دي لاهداف. انا بقول دي ميزه مميزات الراجل، يعني ميزه مميزات الراجل ان هو وصل بفريق النادي الاهلي او سكواد النادي الاهلي او بقائمه النادي الاهلي، انه اي حد يلعب هتلاقي نفس الاداء، نفس السيستم، نفس استراتيجيه اللعب، فرض اسلوب اللعب، مفاتيح اللعب اللي الراجل بيشتغل عليها، حته التامين او الترحيل اللي دايما الراجل بيشتغل عليه. هنا برضو زي ما هنتكلم عن الراجل، مهم جدا نتكلم عن اللعيبه اللي بتقدر تاخد فرص وتقدر تحط رجليها بشكل جيد، بتساعد الراجل بشكل كبير جدا ان هم يبقى ان الراجل يبقى عنده ثقه فيهم. وممكن كريم الدبيس عمل مباراه اكتر هايل. من رائع. تاني يوم قلت انه بالنسبه لي نجم الماتش في فرقه الاهلي. كوكا كان هايل في نص الملعب، ما قادر يسيطر على نص الملعب. مش يعني دايما بتكلم عن نص ملعب النادي الاهلي، صعب جدا ان انت كلاعب تقدر تسيطر على نص ملعب النادي الاهلي، خصوصا عندك مفاتيح لعب خمسه او سته مفاتيح لعب بتهاجم، ان انت تشيل نص الملعب لوحدك. دي كان كوكا قايم بالدور ده بشكل جيد، زي ما بنتكلم قبل كده على مروان عطيه، ولما بياخد بيقدر يشيل نص الملعب. الارتداد السريع اللي بيعمله اليو ديانج في نص الملعب، قفشه لما بينزل بيبقى اكتر من رائع في غياب امام عاشور، بيقدر يأدي الدور. لا اللعيبه مساعد الراجل بشكل كبير جدا ان هو يفرض اسلوب لعبه، ودي ميزه ما يميز حتى دكه النادي الاهلي. مش عايزين نقول دكه الناس اللي مش في الفرق الاساسيه او اللي ما بتشاركش بصفه اساسيه، بتساعد الراجل بشكل كبير جدا انها تنفذ تعليماته، وده دايما اللي بيدي الافضليه للنادي الاهلي دايما، ان انت بتبقى راكب الجيم بلغه الكوره، فرض اسلوب لعبك من اول دقيقه، تستغل كل مفاتيح اللعب اللي عندك سواء على اطراف الملعب او من قلب الملعب. فاعتقد ان كل العوامل دي كهرباء ان انت بتوصل مره واثنين وثلاثه وتقدر تحقق وتجيب اهداف. دي قيمتك انت كلاعب، مهم جدا استغل الفرص.